الاتفاق على عدم الاتفاق هو ما يسيطر أو ما يحكم مشهد السباق نحو قصر بعبدة ليستمر مقر الرئاسة في مرحلة فراغ رئاسي في لبنان. دراجا غفري رصدت آراء الشارع في هذه القضية، نتابع. لا يمر يوم من دون أن يتصدر ملف الفراغ الرئاسي في قصر بعبدة عناوين المشهد الإعلامي، والقضية لا تزال تثير أيضاً بعض الاهتمام لدى فئة من اللبنانيين. فهل تسترعي القمة العربية انشغال أحد ما في بيروت؟ السؤال على ذلك حملناه إلى الشارع اللبناني، فلا تسمع وأنت تجول هنا في أحد أكثر المناطق حيوية في بيروت إلا عبارة وحيدة: لماذا لم يتفق الساسة بعد؟ أما حال التململ فتوحدهم برغم اختلاف آرائهم. ضروري يكون في رئيس جمهورية بالبلد، وأنه دستورياً أفضل وللقانون وللبلد وللمؤسسات، بس بظل الوضع القائم منا قصة كبيرة إذا كان رئيس حكومة عم بيمثل استمرارية هالمؤسسات. من قبل 300 يوم وهلا نفس الشيء بعدنا، لما كان في رئيس ولما ما في رئيس ما هي ذاتها. هو اصلا احنا بلبنان ما عندنا رئيس جمهورية، إذا تمثل برا بغير رئيس الجمهورية بطل له هاي بالبلد. ومتابعة لرصد المواقف انتقلنا إلى مكاتب النواب في وسط بيروت للوقوف على بينة من وجهة نظر الساسة على اختلاف مشاربهم، حيث أبدى أحد نواب كتلة المستقبل تخوفه على لبنان من تداعيات الأزمة السورية، مطالباً بدور ما في القمة العربية. ما يأمله لبنان بكل صراحة أن تكون هناك مساندة عربية فاعلة تجاه لبنان، هناك مساندة على الصعيد الأمني، ولكن على الصعيد الإنساني موضوع النزوح ما زال الدور العربي منكفئ وما زال غير كاف لدعم ليس فقط النازحين السوريين ولكن أيضاً المجتمعات المضيفة في لبنان للنازحين السوريين. وفي المشهد السياسي الآخر ثم من يرى في القمة العربية دوراً مطلوباً لجهة محاربة التشدد وإرساء الأمن في المنطقة عموماً. للدول العربية جهد مشترك بأن توضع كل الإمكانيات في محاربة كل التطرف، لأنه التطرف ليس فقط هو تمظهر عسكري لكن هو فكر أوقات عم يحرف الأديان عن مفاهيمها، وبالتالي في مشكلة كبيرة قائمة اليوم بده عمل طويل الأمد. إذن هي تداعيات الأزمة السورية بشقيها الأمني والإنساني ترخي بظلالها على لبنان الذي يرحل ملفاته إلى القمة العربية فيما تبقى ساحته من دون رئيس. دراجا غفري لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.